بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأسعد الله أوقاتكم وأسعد الله جمعتكم بكل خير، ونحن في رحاب طيبة الطيبة مدينة المصطفى المنورة على صاحبها وساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم. ونحن اليوم في أحد المطاعم المشهورة والتي فتحت للتو حديثا، وهذا المطعم هو مطعم الرومانسية. ما شاء الله تبارك الرحمن، الزحام شديد على هذا المطعم، وهذا المطعم كما ذكرنا هو أحد المطاعم المشهورة في المملكة على مستوى المملكة العربية السعودية، وفتح للتو بطريق وشارع الملك عبد العزيز، قريب جدا من الحرم ما شاء الله. ويتنوع بوجباته ومأكولاته، ولعل الوجبات الرئيسية هي الأرز والمشاوي وجميع أنواع الدجاج والبيشاوري وغيره والمندي والكوزي والأرز العربي وغيره من الأنواع ما شاء الله. الآن سنصعد إلى الدور العلوي، مكان الطلب المحلي ما شاء الله تبارك الرحمن. هذه أنواع اللحوم ما شاء الله، وكلها طازجة. بعض الصور ما شاء الله تبارك الرحمن. هنا الطلب المحلي ما شاء الله. حي الله، ايش حتطلبوا لنا؟ حياكم الله. امر انت امر السلام. خلاص طلبوا لنا كل المنيو. ما شاء الله، القسم العلوي قسم كبير ما شاء الله تبارك الرحمن. ها الشيخ حسام، عطينا ايش ابرز المأكولات في هذا المطعم؟ يعني ايش تنصح الناس لما يجوا لهنا من خلال تجربتك؟ من تجربتي ايش؟ رز بشاور. ايوه، رز بشاور ودجاج مدفون. دجاج مدفون ما شاء الله. هو ايش الانواع اللي عندهم؟ يعني ايش في عندهم انواع؟ كل شيء عندهم ان شاء الله، كل جميع انواع الدجاج. جلسه في يمين قدام كذا. في هذه جلسات في اي بي، طبعا هذه تكون بمقابل صح؟ اكيد زياده شويه بس كنا تستاهل يعني. تريح ضيفك يعني. اها تمام حلو. وغالبا يعني يكون كم سعرها تقريبا؟ من 10 الى 25 يعني ولا؟ البيبي بلحم واسعار اغلى شويه يعني. يعني حتى الطلبات لازم تكون طلبات معينه ولا؟ طلبات قويه شويه. اها كويس. لا ما شاء الله يعني. اي ما شاء الله، حتى الجلسات ما شاء الله كلها جلسات طيبة ما شاء الله. كم تتوقع كم جلسة فينا؟ نفس ما شاء الله. اي والله انا شايف الترقيم هنا واصل الى 77 تقريبا، فاتوقع في حول 100 جلسة. طبعا في مغاسل وفي حمامات اتوقع ما شاء الله، هذه كلها جلسات في اي بي، واظن مطلة على شارع الملك عبد العزيز. الآن إن شاء الله حنصور لكم الطلب اللي طلبناه ما شاء الله. اليوم يوم جمعة طبعا، أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله، فغالبا يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة، للتو خارجين من صلاة الجمعة، فغالبا يكون في نوعا ما زحام. فأسأل الله عز وجل أن يبارك في أصحاب المطعم.
وأن يرزقنا وإياهم العفاف والغنى. هذا طريق مخرج خلاص، الآن منتظر طلبنا لما يوصل إن شاء الله نشوفكم. نحن الآن جلسنا في 58، جلسة طيبة أظن تتسع إلى حوالي 4 أشخاص إلى 6 أشخاص، وهذه رسالة طيبة لما تنتهي من الأكل ويزيد عليك بعض الأكل، يعني ممكن تحطه بطبق وتتصدق فيه على بعض المساكين يعني أو العمال اللي تحصلهم خارج المطعم. من الأشياء الطيبة اللي موجودة في أول ما تدخل المطعم ضيافة، شاي، قهوة، فربنا يطرح في هذا المطعم البركة. وصراحة يعني سمعة المطعم يعني طيبة عند أهل المدينة وعند أهل جدة، يعني أيضا مطعم مشهور في جدة، والله يوفق القائمين والعاملين عليه. احنا هذا طريق الملك عبد العزيز، وهذا التصوير من المغاسي، حياكم الله. وهذا الطيب جاب لنا الطلب تبعنا. حي الله الكباتن، حي الله معذبنا. حي الله الشيخ. يلا مين حيفتح الصحن؟ يا معلم شباب بيجي من الفطار. اسمع بالله ما علي بارد. اي والله انا كلمتهم قلت لهم بارد. اثنين بارد. هذا ايش؟ ها؟ يا رجال راح اقسم بالله ما حصلنا، بس يلا مش عارف. وثقنا اللحظة هذه السعيدة. والله مستعان. هي ام علي هي ولا ايش؟ ولا ابو علي؟ لا لا ام علي، لكن ابو علي بالله. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله اللهم بارك. يا مرحبا. كلفته والله يا استاذ حامد. استاذ والله ما صار شيء. يلا حامد. بسم الله الرحمن الرحيم نبدا. والحمد لله رب العالمين وبالعافيه علينا.